وفي مآلات هذا الصراع كل ما يمكن أن يثبت هذا النظام نتابع المحاضرات التي بدأناها في منطقة ريف حلب الغربي إلى هنا في ريف حلب الشمالي، وقدمنا عدد من المحاضرات لشرائح عدة من الدعاة والمعلمين والمجالس المحلية والقيادات العسكرية حول واقع الثورة العسكري والسياسي وحول أهم ملامح هذه المرحلة، لننتقل منها بصورة إيجابية إلى أهم الواجبات التي يمكن أن تحسن هذا الواقع وأن تنقله للأفضل، لنتابع معركتنا التي لا تقبل التراجع ولا التوقف في المكان، ولدينا من المعطيات والطاقات والإمكانات الشيء الكثير والكثير بخلاف حالة اليأس والإحباط التي يحاول أن يوصلها لنا النظام عبر معطيات خاطئة وكاذبة وقد يقع البعض فيها. اليوم المقابل إذا كسرت إرادتهم ما بيدفعوا السلاح الخفيف ولا للرجال. في الحقيقة كانت المحاضرة قيمة جدا، أثرانا فيها الدكتور عبد المنعم زين الدين بتوضيح بعض النقاط الغامضة التي كان من الواجب على كل الأخوة المفكرين السوريين أمثال الدكتور عبد المنعم بإنارتها وتوضيحها للجماهير الثورية، و الواجبات التي يجب أن نقوم فيها في المرحلة القادمة إن شاء الله لبقاء وميض الثورة قائما وتحقيق أهدافنا في كسر هذا النظام وإزالته وإعادة الكرامة والحرية للشعب السوري. أن المعركة ستكون مصيرية للجميع وأن الجميع